دايما بنتكلم عن اهتمام الدولة المصرية بربط التعليم باللي محتاجه سوق العمل، ومن كام يوم تم الإعلان عن إطلاق مبادرة مهارات سبرانية لإعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السبراني. الأمن السبراني هو واحد من ضمن أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل، مبادرة مهمة بيتم تنفيذها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هتأهلنا أو هتأهل 1000 طالب كل سنة، وده رقم كبير طبعا. طبعا ومجال مطلوب زي ما انت قلتي، وسوق العمل في النهايه محتاجه. خلينا نعرف التفاصيل والمعلومات والاجابات الوافيه لاولياء الامور وايضا للطلبه اللي بترغب انها تلتحق بالمبادره دي. على التليفون معنا المهندسه مي مدحت، رئيس وحده تحليل التهديدات السبرانيه بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات. صباح الخير يا فندم، ويمكن ناس كتير جدا ممكن بتسال على المبادره، البرنامج بتاعها، التخصص اللي ممكن يقدم، السن، العمر، يعني لو نعرف التفاصيل دي من حضرتك. صباح النور، ازيكم جميعا. هي المبادره بتستهدف فعلا تاهيل 1000 طالب من طلبه الجامعه بشكل مباشر بعد التخرج للعمل بمجال الامن السيبراني، وده من خلال اطر تعاون مختلفه مع جهات حكوميه وجهات اكاديميه وشركات خاصه. طب هو ليه اصلا المجال ده مطلوب قوي في يعني الوظائف على مستوى العالم؟ اشمعنى الامن السبراني بالخصوص يعني؟ ده طبعا لان بقى في زياده كبيره في خدمات التحول الرقمي. طبعا كل ما بتحول ناحيه التحول الرقمي كل ما بتزيد معاه التهديدات السبرانيه، فبالتالي بيبقى في زياده في الاختراقات او سرقه البيانات او غيره، فده بيتطلب عدد كبير من الخريجين والمتخصصين والمؤهلين ان هم يكونوا بيعملوا بمجال الامن السيبراني، ان هم يكونوا مؤهلين كويس ان هم يعملوا في المجال. يعني هل الشركات النهارده بتطلب ده ولا بتبقى دايما مؤسسات حكوميه؟ لا، كله على المستوى الحكومي او المستوى الخاص. حقيقه ان في عجز في تخصص، في عدد متخصصي الامن السيبراني بيتجاوز ال 4 مليون وظيفه على مستوى العالم. ففي احتياج كبير جدا في السوق لوظائف الامن السيبراني. طيب التخصصات اللي ممكن تقدم معاكي ايه؟ هل لازم يبقى خريج جامعه؟ هل الجامعه لازم يبقى التخصص بتاعها يعني حوسبي ولا مالوش علاقه؟ هل يقدر يقدم لو واحد بكالوريوس تجاره ومهتم بالمجال، هل يقدر يعمل حاجه زي كده مثلا؟ هو يفضل طبعا طلبه حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات. ليه؟ لان هم يكونوا مؤهلين، هم درسوا مبادئ اللي تساعدهم ان هم يفهموا الدورات التدريبيه دي، لان هي هتبقى دورات مركزه جدا ومتخصصه على حسب احتياجات سوق العمل، فبالتالي محتاجه مهارات تكون موجوده اصلا عند الطالب زي مثلا تحليل الشبكات وغيره، وده اللي بيدرسه طلبه حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات بالاكثر. وطبعا يفضل خريجي الكليه التكنولوجيه. طيب الدولة كمان مهتمية النهاردة مش بس بطلاب الجامعة، لا ده في مبادرات بتقدم لطلبة المدرسة من سن الابتدائي حتى البراعم. فالنهاردة احنا بنعمل ايه عشان نأهل طلابنا الصغيرين قوي ان هم يكبروا فاهمين فكرة التحول الرقمي، أهمية التكنولوجيا، الأمن السبراني، الحاجات دي كلها؟ الحين الدولة بتقدم عدة مبادرات، يعني زي ما حضرتك بتقولي فعلا من خلال وزارة الاتصالات في براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية، ويمكن بعد كده كمان كبار كمان في رواد مصر الرقمية، وخريجي طلبة الجامعة في بناة مصر الرقمية، بتهتم بيهم على جميع المراحل، لأن طبعا زي ما احنا قلنا احنا في عصر التحول الرقمي، فبالتالي محتاجين طلبة من هم صغيرين يكونوا عارفين يعني ايه تكنولوجيا وعارفين ازاي يتعاملوا معاها وايه التقنيات الحديثه اللي هم محتاجين يعرفوها عشان يكونوا جاهزين لسوق العمل. كل ده بيحتاج دورات تدريبيه بتخاطب كل سن وكل مرحله بحيث ان هو يقدر يخرج من المدارس او من الكليه عارف يعني ايه تكنولوجيا المعلومات وعارف يتعامل معاها ازاي، ويقدر نقول ان هو يعني على طول يشتغل باذن الله في هذا المجال. طب ايه اللي ممكن يدرسه الطالب في الكورس ده وما يكونش يعني تحصل عليه اثناء دراسته الجامعيه لو هو حاسبات ومعلومات مثلا او هندسه؟ هو الحقيقه ان مفيش تخصص لسه في الجامعات المصريه لمجال الامن السيبراني الا في عدد قليل جدا من الكليات. كويس. الفكره كلها ان انت بتحتاج بعد ما تخرج من الكليه الطالب بيحتاج سنه او سنتين هو بيدرس الحاجات العاديه اللي هي مثلا زي الشبكات، مبادئ الشبكات، قواعد البيانات وغيره، انظمه التشغيل، كل دي حاجات بيدرسها في الكليه، لكن ما بيتخصصش في مجال الامن السيبراني.
فده بيتطلب من الطالب ان هو يستنى سنه مثلا او حاجه على ما يوفر المهارات المطلوبه. لكن لو احنا بدانا معاه من بدري ده هيخليه ان هو يقدر على طول يخش سوق العمل ويلبي احتياجات سوق العمل المطلوبه. وتاني ده احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي ده اللي محتاجه سوق العمل النهارده، وده في سعي الدوله طبعا المستمر بربط ما يحتاجه سوق العمل بالتخصصات في الجامعات. بنشكرك استاذه مهندسه باشمهندسه مي مدحت، رئيس وحده تحليل التهديدات السبرانيه بالمركز الوطني للاستعدادات لطوارئ الحاسبات.